بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق شوط الختام، وانطلق ختامي هذا اليوم في آخر أيام هذا المحلي الحادي عشر. في هذه اللحظات لا يسعني إلا أن أتقدم بالتهاني والناموس لكل من فاز في هذا السباق. في هذا اليوم حضرت عنيدة بالشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي الخاص بالحول، وعنيدة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين بالشوط الرئيسي، والشوط الرئيسي الخاص للزمول المهلهل للسيد علي بن سلطان الحميدي، وكانت صاحبة أفضل توقيت الظفرة صاحبة الشوط السابع لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وكان توقيتها الزمني 9 دقائق 32 ثانية و66 جزءا من الثانية. ها هي أمامكم على الشاشة، 9 دقائق 32 ثانية 64 جزءا من الثانية. فتهانينا لأهالي الغربية كافة على هذا الناموس. حفلنا الكريم هذا الشوط ينطلق ويحمل أسماء كبيرة، ويحمل أسماء الملاك الكبيرة وأسماء الهجن المعروفة. وفي هذا اليوم مشاهدينا الأعزاء ناخذ المركز الأول، ونبدأ بداية مع الغربية لمحمد بن زايد بن خلفاب المنصوري، هنا في 5 نقاط في هذا الصباح، وطامحا للنقطة السادسة في هذا الصباح. هنا على المركز الأول، بينما هملولة بجوارها وبتنافس كبير للسيد هادي بن سعيد بن محمد بوشقلة المري على المركز الأول، بينما ناخذ المركز الثالث، وهذه الشيحانية على المركز الثالث لعنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وصلت العنود وشعار سعيد بن راشد الزعبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس اللي تسللت وافية محمد بن هادي المري على المركز الرابع، وهنا العنود وصلت على المركز الخامس للسيد سعيد بن راشد الزعبي. وصلتنا على خامس رموز الإعلام. حفلنا الكريم مرة أخرى، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى صراع الكبار وإلى يوم الختام وإلى سن العمالقة الكبار، وها هو الرقص مع الكبار في أرضية ميدان التحدي مع مسافة 6 كيلومترات مع سن الحول والزمول. ونعود إلى مقدمة الشوط، وها هي المسيطرة، وها هي المسيطرة، وها هي في مقدمة الشوط وافية محمد بن هادي المري اللي غيرت الأمور من صالحها، وكانت هناك في مقدمة الشوط، أو هنا تنافس كبير، أو هنا هملولة هادي بن سعيد بوشقلة المري في مقدمة الشوط في صدارة الشوط. المركز الثاني وصلت للشيحانية، الشيحانية غيرت في هذه اللحظات، تعود ملكيتها للسيد عنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني، بينما نقلتنا على المركز الثالث، وهذه التي وصلت في هذه اللحظات. تغيرت الأمور، والأمور في خطر، الأمور في خطر، وهذه حتى يديها عليها زعفران. يا سلام يا سلام، وافية ونتمنى أن توفي مطلوب مالكها محمد بن هادي الغفراني المري. الله، وصلتنا العنود، شعار غني عن التعريف، سعيد بن راشد الزعبي. مضمرين الكرام، وصلنا لوحة 3 كيلومترات.
لوحة 3 كيلومترات، يعني انتصفنا هذه المسافة، انتصفنا هذه المسافة بينما ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. وهذه هملولة لهادي بن سعيد محمد مشتقنا المري على المركز الثالث في سن الحول، بينما المركز الرابع الشحانية اللي قادمة. ويا مرحبا بك الشحانية، ويا مرحبا بك يا عنزاء يا بن محمد النعيمي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس شحانية أخرى قادمة للنوابيس، وشعارها خطير ومضمرها خطير وشعارها مرعب وشكلها مرعب. هنا مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي وصلت على المركز الخامس. الله، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى العنود اللي معاندة، العنود تعاند، العنود تعاند تريد المركز الأول، العنود تعاند تريد التوقيت الأفضل، العنود تعاند إلا أن تنتزع المركز الأول. ومن هو صاحب شوط الختام؟ ختام هذا الموسم، ختام أشواط هذا الموسم يا مدمرين الكرام. يا سلام يا سلام، هناك في مقدمة الشوط وهذه العنود سعيد بن راشد الزعبي في مقدمة الشوط، أول الواصلات مع المنعطف الأخير، المنعطف الأخير، المنعطف الثقيل. وصلت الحول، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي يقدم السلالات المميزة، اللي يقدم النوعيات المميزة على المركز الثاني الشيحانية على أرضية ميدان الشيحانية. وهنا مع الأجواء الشيحانية، يا سلام لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وصلت على المركز الثاني. المركز الثالث، هذه وافية لمحمد بن هادي الغفراني المري على المركز الثالث وأداه وشكله الوافي. يا السلام، المركز الرابع نوادر على المركز الرابع إبراهيم بن سالم المزروعي من دولة الإمارات العربية الشقيقة. مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات، في تقدم هذه اللحظات، وشوط الختام لمن؟ شوط الختام لمن يا جماهيرنا الاعزاء؟ شوف المركز الخامس السعديه، سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. مشاهدينا الاعزاء، اعود الى مقدمه الشوط والى العنود لسعيد بن راشد الزعبي، سعيد بن راشد الزعبي في مقدمه الشوط، في اول الانطلاقات، اول الواصلات، اول الباحثات عن شوط الختام، عن شوط الختام، عن شوط الختام. وختامها مسك يا مضمرين. يا سلام، هنا بتحديات الكبار الشحانية وصلت مع الكيلومتر الأخير، وصلت في موعدها، وصلت مع الوعد، الوعد مع المضمرين، الكيلومتر الأخير. ركزوا يا مضمرين، ركزوا يا مضمرين، من هو الذي يسجل شوط الختام باسمه؟ من يختتم هذا الموسم؟ يا هل ترى، يا هل ترى لمن هذا الشوط؟ يا هل ترى ماذا جرى في هذه الأسماء في شوط الحول؟ سعيد بن راشد الزعبي سعيد إلى هذه اللحظات، وهو دائما سعيد، سعيد دائما سعيد بالإنجازات، دائما سعيد بالنواميس مع العنود صاحبة الإنجازات الكبيرة العملاقة، الذلول العملاقة المنطلقة في هذه اللحظات. سعيد بن راشد الزعبي في هذه اللحظات المركز الثاني الشحانية. دير بالك يا الزعبي، دير بالك، دير بالك، الشحانية قادمة، الشحانية قادمة. مسفر بن مبارك ومسفر الشهواني، الله، لكنها صامدة، لكنها صامدة بدون أي تعليمات. تسللت الشحانية، اختتمها الشهواني، اختتمها الشهواني. وقول أسعد الله صباحك الشهواني، أسعد الله صباحك وصباحك فل، صباحك فل اليوم، اليوم صباحك فل. اختتم هذا الموسم، اختتم هذا الموسم مسفر بن مبارك مسفر الشهواني في هذا اليوم، في آخر أيام هذا المحلي، في آخر أيام هذا الموسم، في أجمل أيامه في هذه اللحظات. الشحانية، الشحانية، وسلام للشحانية سلام، وسلام للمرعب سلام، وسلام للشهواني سلام. في هذه اللحظات تصل إلى خط النهاية، وفي المركز الثاني العنود لسعيد بن راشد الزعبي، وفي المركز الثالث مزاح لزيد بن سالم بن تخيل المري، وفي المركز
الرابع السعدية لسعيد بن محمد من زايد مطوع الخيارين. وفي المركز الخامس وصلت نوادر إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، انتهى هذا الشوط وكان الناموس محالفا. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني نزف له أجمل التهاني، ويعتبر ناموس مميز بأنه اختتم أشواط هذا الموسم باسمه وسجل اسمه في أحرف من ذهب. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. ناخذ التوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى، وهذه هي الشيحانية، 9 دقائق 40 ثانية، 82 جزءا من الثانية. المركز الثاني اللي وصلت، وهذه العنود لسعيد بن راشد الزعبي، 9 دقائق 42 ثانية، 70 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. وفي المركز الثالث وصلتنا مزاحة زيد بن سالم المري، 9 دقائق 43 ثانية، 84 جزءا من الثانية. وهكذا وصلنا إلى يوم الختام، ووصلنا إلى ختام أشواط الفترة الصباحية، وها هي أمامكم النتائج.